أخيرا نختم معكم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بفقرتين لأحد الإخوة. في السؤال الأول يقول: ما حكم التيمم إذا كان البرد شديدا جدا فأنا صليت أكثر من فرض بتيمم مع وجود الماء، هل أعيد الصلاة؟ هذا يرجع إلى حالتك، هل عندك ما تسخن به الماء من النار أو من الكهرباء؟ عندك ما تسخن به النار، لا يجوز لك أن تتيمم، بل تسخن الماء بما يوجد عندك من المسخنات وتتطهر به. أما إذا كان ما عندك ما تسخن به الماء وليس حولك ماء دافي وتخاف على نفسك من الإصابة بالبرد، فلا بأس أن تتيمم وتصلي، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في سرية فأصابته جنابة احتلام، وكان الجو باردا جدا، فخاف إن اغتسل أن يصاب بالمرض، فتيمم وصلى بأصحابه. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: نعم يا رسول الله. تذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أقره الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة. نعم.